Hey guys, welcome back to my. It's hard. Hey guys, welcome back to my channel. New video. Hi. Guys, اليوم بسوي معاكم ميك اب وفلوج جديد لأنه صار لي أسبوع مصورة فلوج. متفشة من نفسي لأني من زمان مصورة لكم فلوج. بس guys, هذا الواقع وآسفة لكم. بس ما كان عندي وقت ابدا. بس I'm back. والحين عندي editor على فكرة. فعندي شخص بيساعدني ان اسوي editing حق الفيديوز وانزلهم بسرعة. فكل اللي علي اني الحين اصور والباقي اتوكل. المهم خلونا نبدأ نحط ميكاب. ما بيتأخر لان اليوم عندي اعلان في دبي مول. لازم اروح دبي مول اصور الاعلان. لازم اروح اشتري لي عباية قبل اروح يعني عندي بروسس وللحين مو فاطرة ولا ماكلة ولا شيء. فوايد عوار راس بس let's go guys, we can do it. صح ولا لا؟ we can do it. عطالك حق تجرح من يقول انك علاجي. لا تسولف عن علاجي والجروح انت سببها. احس الوضع كان بيكون وناسة guys لو كنا نقدر نرد على اي شخص بأغنية بدون لا نسولف. يعني إذا بعاتب شخص أطرش الأغنية وخلاص برتاح. فهمتوا؟ المهم إنه نحط كونسيلر في كل مكان علشان نلحق نروح. اليوم الصراحة من أول ما ناشى عندي الشغل أوكي الكاميرا تسكرت في وجهي ما أدري ليش guys. بس anyways إنه اليوم من أول ما ناشى عندي وايد شغل. بس I'm back. باك لازم اكون وايد سريعه علشان اليوم ويكند جايز. اليوم يوم السبت فلازم الحق علشان اطلع مع خواتي بعدين لانه لازم. يعني امس يوم الجمعه ما طلعنا مكان بس رحت شربت ماتشا حرفيا. طبعا كلكم تعرفون هالبلان اروح اشرب ماتشا وارجع. بصراحه اليوم بعد بسويها لاني احب فقره الماتشا بس فهمتوا علي. المهم ان اوزع الكونسيلر في كل مكان. وسع 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 عطالك حق تجرح من يقول انك علاجي. لا تسولف عن علاجي والجروح تجرحها. هالفترة مع بيبي محمد الوضع صاير دراما في البيت guys. نفس ما خبرتكم جواهر بتتم معانا شوفوا ايش صاير guys في الكونتور. يو المهم جايز نفس ما خبرتكم جواهر بتتم معانا اسبوعين هي والبيبي محمد. ليش؟ انا قايله ما بي ازقر البيبي حمود. ما بي لان اخوي نزقره في البيت حمود واحس الاسم ما فيه هيبه. يعني محمد احس فيه هيبه بس حمود ما فيه هيبه. فما بنخرب اسم البيبي من هو صغير علشان لما يكبر ما يتاثر. فاسمه بيبي محمد. بيبي محمد جايز. جواهر بيتمون معانا اسبوعين. وتعرفون سوالف البيبي لما توه صغير عنده مشاكل في البطن في الهضم والغازات وهالامور. اي حد عنده بيبي في البيت يعرف هالامور. فيحلينا بيبي محمد امس وديناه المستشفى. مو بوديناه جواهر ورايلها ودوه المستشفى لان كان عنده مشكله. كان تخيل جايز كان قاعد يصيح بشكل متواصل من الساعة 6 الصبح لين 9 الصبح. فيعني تخيل كل هذا كان يصيح. يعني يسكت يصيح. احنا يعني شكينا قلنا شو السالفة. نعرف ان البيبي لما اول ما يولد وايد يصيح بس هذا كان غريب. فخفنا عليه ودوه المستشفى وقالوا انه في غازات ما يقدر يعني يطلعها. فيعني كانت عنده مشاكل في البطن. حبيبي انا كنت وايد على فكره زعلانه. انا ما احب تخيلوا جايز انا لما اشوف بيبي يصيح لازم اصيح معاه. ما اقدر. طلعت صياحه. انا ابدا ما توقعت اني انا من نوع الصياح بس طلعت صياحه. المهم انه لازم نكون سريعين. فيس يعني هالفتره تعرفون بيبي محمد قاعد يصيح. وصراحه كنسلت فكره اني اصير ام. ما ابي اتزوج ولا اصير ام. خلاص اسحب الكلمه اصير ام. زواج ما ادري بس اني اصير ام لا. انا احس الوضع يباله انك تكونين وايد صبوره وان ما يكون عندك شيء ثاني في الحياه غير يعني غير انك تكونين ام لانه وايد صعب.
والصراحة بديت الحين أقدر الأمهات أكثر. يعني دائما كنت أقول ترى إلا هو بيبي يعني شو السالفة، بس اكتشفت لا، مو إلا هو بيبي، هو بروسس وايد صعب وكبير وطويل وكل هذا. فيعني الله يعين الأمهات، بديت أتفهمكم، وأسفة لأني قبل ما كنت أتفهمكم، بس الحين خلاص توبة أتفهمكم 100%. حط شوية باودر للتنظيف، لا تسولف عن علاجي والجروح انت سببها. انا اغنية عالقة في مخي، عالقة في مخي حرفيا. توني استوعبت جايز ان دخلنا في العشر اواخر. اوكي لازم اقعد ادعي على الناس اليوم. I'm kidding. بس لا ما قاعد استهبل. اخي جايز محتارة شو البس حق العيد. عندي اوبشنز من كلاسي طبعا، بس ما اعرف اي اوتفيت البسه العيد. يعني ما اعرف البس تصميمي ولا البس، ما اعرف شو اسوي في الميك اب، ما اعرف شو اسوي بالشعر. يعني اتس ا لونج بروسس، لونج بروسس. نحط الشادو، اي شادو، نحط شويه جليتر في النص. لا حسني حاليا ام دوينج جريت. هالباليت جايز من سيفورا يجنن، الجليتر اللي فيه خيال. خذوه حق العيد. المهم ان جايز انا حطيت كحل ورسمت المدمع، ابي اعدل على المدمع لانه اليوم شكله يضحك شوي. يس شيز بيرفكت ناو. اوكي باقي نقطة واخلص الميك اب. I'm so proud of myself. احس اني كنت سريعة صراحة. قاعد افكر اني اروح الصالون، بس احس ما بضيع وقتي في الصالون، ف يمكن استخدم دراي شامبو واسوي تسريحة في البيت، لانه ما ابي اروح الصالون، وايد بضيع وقت، وباكر عندي ايفنت. يمكن باكر قبل الايفنت اروح الصالون. فهمتوا علي؟ ما اعرف اذا فهمتوا ولا لا، بس اتمنى اكون فهمتوا. من عطالك حق تجرح من يقول ان زودتها. لحظة شيء باودر، احتاج جل الحواجب. اوكي الحين عرفنا وين الخلل. صار لي استخدم جل حواجب يستفزني، مع انه ما غيرت نفسه مال انستاسيا، بس والله ما ادري شو السالفه. اوكي خلينا نحط بلاشر اكسترا، وايد بلاشر بشكل فظيع. عندكم قاعده ابين اني مو حاطه ولا شيء ميك اب عشان الاضاءه احس، بس قاعده صراحه حاطه ميك اب. اي بروميس بروح اشرب ماتشا. ما اعرف اسوي حواجبي بجل ولا استخدم ماسكارا. ضيعت برش البلاشر، قاعد استخدم برش الكونتور. او ماي جاد يا رب وجهي فجأة ما يصير كله مبقع. بس شو اسوي ضيعته؟ انا عرفت ان امس انا ضيعته. بحط اكسترا بلاشر عشان ابين ان فيني حياة صراحة، لان الوضع صاير اوفر. احس هالفترة ما قاعدة، من كثر ما عندي وقت ما قاعدة استانس في الحياة، ما قاعدة اسوي اشياء فان، كلها اتجهز عشان الشغل، get ready with me سريع. يعني الوضع صاير اوفر الحين. اوكي حطيت وايد بلاشر، وايد حرفيا. That's enough. خلونا نسوي حواجبي. اسرع شيء بالحياة حواجب. شوف جل الحواجب ما في ولا شيء. قاعد افكر ان اليوم اروح سيفورا بعد. مشكلة سيفورا ما يخلوني اصور، يقهرون. بس اقدر اسوي لكم بعدين انبوكسينج سيفورا حق العيد، صح ولا لا جايز؟ صح ولا لا؟ اوكي سويت حواجب جايز على السريع، خلصنا الحواجب ياي. والحين وقت الهايلايتر. خلاص خلصنا نصنع ميك اب. قلت الهايلايتر ما عندي هايلايتر نفس الاوادم، لازم اروح اشتري. ابي اشتري هايلايتر ديور اسمه باك ستيج، ما اعرف شو اسمه يا اخي، بس في هايلايتر بروح اشتري الحين. فجايز خلصت ميك اب، خلونا نروح الحين نحط شويه هايلايتر واحط الروج، وبعدين نرجع نسوي شعري لانه نو. جايز انا ركبت السياره، والحين طبعا بروح اخذ لي عبايه اولا من محل كلاسي، بعدين بمر اشرب ماتشا، وبعدين بروح دبي مول. فيعني شوي عندي بروسس، بس كل هذا انتم بتكونون معه and we're gonna have fun صدقوني. و اتس الفلوج بيكون عباره عن طلعه بنات، فانتم بتطلعون معاي، بنروح نتسوق حق العيد. ليتس جو جايز. طلبت من كافتيريا هوت برجر، برجر علشان ابي اكل لاني وايد جوعانه. فقلت ما بروح المول بدون لا اكل لان حرام. احس في البدايه صراحه كنت بشرب ماتشا واروح واسوي شغلي وخلاص، بس صار فيني لا، فاطمه لازم تاكلين
بعدين صراحة ما اعتقد الحين بشرب ماتشا، بس اعتقد بعد ما اخلص تصوير شغلي هناك بشرب ماتشا اخر الليل. ام سو ساد، بس احس لازم اكل لان الاكل وايد اهم ولاني ميتة يوع. فا يس هذا اللي بسويه. المهم اني قاعدة انتظر ماي اوردر حق البرجر اللي طلبته. ام سو اكسايتد اند هنجري، ام سو اكسايتد اند هنجري جايز. فا او ماي جاد وايد كان كيوت، شفت بنت سويت لي هاي، سويت لها هاي كيوت. المهم انه يس فباكل البرجر وبعدين بتحرك بروح المول. اعتقد باكل وانا قاعده اسوق، مع اني ما انصحكم بهالشيء بس اي ثينك اني مسويها. المهم يس توي انتبهنا هذا كان مغطي على جزء من الكاميرا بس ما علينا. جايز بوريكم شنطتي الجديده، ترى كيوت حاطه هني هالفراشه كليب على فكره. لما رحت ايفنت كوتش عطوني هذه الشنطة، وايد كيوت. شوفوا شكلها شي يلمع، احب هالالوان، احب السيلفر والاشياء اللي تلمع. فصراحة انا اكثر شيء احبها لانها وايد كبيرة من داخل، شوفوا كبيرة كبيرة يعني تسع حق يعني تقدرون تحطون فيها وايد اشياء. اول شيء انا حاطة فيها ال شو يسمونه هذا، يا الله ما اعرف، اللي اشرج فيه الشراجة. اوريدي كنت جايبه معاي شراجة الكاميرا علشان اذا الشارج خلص ما توهق. ف يس. وبعد حاطة فيها المحفظة، محفظتي واللي فيها كروتي اللي وايد مهمة. وبعد حاطة جلوساتي اللي من هدى بيوتي، اللون البينك والدرجة، شو الدرجات اللي عندي يا ماي جاد، تذكرون هذا الساوند اللي مال ريم البلوشي كانت تقول امبي امبي يو. المهم عندي ماي ليب لاينر درجة هوت شوكليت اي ثينك، لا ريتش براون، هوت شوكليت ريتش براون. فا يس هذا حرفين هو الليب كومبو اللي حطه كل يوم. فبس جايز هذا واتس ان ماي نيو باج. ما احب اشيل وايد اشياء معاي لان احس ازعاج، فقاعد احاول هالفترة انه خلاص اجمع كل شيء في مكان واحد. تخيلوا جايز ان انا لين قبل فترة ما كان عندي محفظة عشان احط فيها كروتي، فكروتي كانت منتثرة في كل مكان. فمن بعد ما صار عندي محفظة الحمد لله خلاص ام جود. حبايتي اللي بلبسها اليوم she's ready guys. وصل my order، برايكم شو طلبت. اول شيء طلبت orange juice يعني وانا بحاول اني اكون healthy، وطلبت صحن بطاط. اوكي وصحن بطاط. لا هذا برجر، لحظة جايز في برجر تحت توني انتبه، سوري هذا برجر. واخر شيء اخر شيء اخر شيء طلبته ما ادري ليش طلبته، احس على الفاضي، صحن بطاط اكسترا. ليش طلبت اكسترا ما اعرف، بس حسيت اني ابي اكل وايد بطاط. المهم جايز انا الحين بقعد اكل واشوفكم من اوصل المول. باي جايز. وصلنا تبين مول مريم معاي. هاي هاي جايز، خلاص خلاص دوري. حط شوية جلوز مجدد لان عندي تصوير الحين. تبين مول زحمة جايز، وايد زحمة. كيف الرجل؟ خيال بيرفكت، خيال. يلا ليتس جو. لعنا لعب وايد قاعد تلك لك اوتفيت اليوم جايز. اوتفيت مريم اليوم واو كيوت، حبيت. شوبينج في دبي مول جايز. هذا هو المحل اللي عندي معاه اعلان اوي شو. لو تذكرون دائما فلوقاتي قبل كنت اتسوق من عندهم، واليوم عندي اعلان معاهم. على فكره عندي فاوتشر 200 دولار يعني 700 درهم، اقدر اخذ اي قطعه ابيها. فاخذت دريس لينن براويكم بعدين، وقاعده افكر اني اخذ هذا البنطلون، احسه كيوت، اللون اخضر بس ما اعرف محتاره في اللون، في منه كحلي بس احس الاخضر احلى. جايز والحين سايرين سيفورا. جايز انا ومريم سوينا شوبينج سيفورا. اشوف حرفين نفس الاكياس سيفورا واوشيو. والحين جايين ارابيكا ارابيكا ارابيكا، ما اعرف، نشرب ماتشا حاليا. جايز نزلت وسحبت على اختي مريم، بروح اتصالات لان عندي شغل موضوع رقمي. فا يس ومريم راحت تشاندم هوم، ما عرفت تبي تشتري اشياء حق عيد ميلادها قريب، فيعني كل وحده راحت تسوي شغلها.
ابي اخلص بسرعه واطلع من دبي مول لانه وايد زحمه حاليا. جايز وصلت اتصالات علشان اسوي شغلي. جايز خلصنا شوبينج، بسوي لكم انبوكسنج بس لما ارجع البيت، ولا اسوي لكم هني ولا بتاخر على يسرى؟ خلوا عند يسرى. المهم انا بننزل كوفي الحين، اسمه الكوفي اورتو في جميره دبي، بنروح نشرب ماتشا راوند 2. نحن فضيعات على فكرة، فبنروح نشرب ماتشا ونشوف كيف الأوضاع، واليوم ويكند يعني لازم نسهر لين الصبح. أريد كل يوم سهراني لين الصبح. يس anyways خلينا ننزل. مريم يلا يلا صح صحي يلا يلا صح صحت يلا let's go guys. طلبنا ال dates pudding، شوفوا كيف يمي، أحس وايد لذيذ. ليش لابسة مخورتي؟ عقيها لو سمحتي. مخورتي هاي انت اللي لابسة. عقيها. اوكي مريم فرحانة. قاعدة اطلب. طالبين قهوة عربية كيوت. جايز انا رجعت البيت، وصراحة رجعت الشقة قلت بتسحر هني وبعدين برجع بيتنا، لان ما في وقت، باقي ساعة على الاذان فلازم اكل. طبعا اسرع شيء في الحياة اندومي، تبي اطلب بس مالي خلق اتري الطلب بعدين اكل بسرعه بسرعه ما بلحق. فقلت اسوي اندومي في البيت. بما ان الحين بسوي الاندومي، ليش ما اسوي لكم انبوكسنج مره واحده الحين وانا قاعده انتظر اندومي يستوي؟ فايش رايكم انبوكسنج، اراويكم شو الاشياء اللي شريتها؟ طبعا ما اشتريت وايد اشياء لان اوريدي عندي كل شيء، بس يعني شوي شوي فتافيت. المهم اني حريت الماي وطالبه من الدكان هذا نوع من الاندومي، وايد احب نكهه الكاري، احس ما حد ياكله في الحياه غيري، لانه ذوقي خايس بس وايد لذيذ على فكره. حد يحب السبايسي. طالبه كورن لانه بحط ذره في الاندومي، وطالبه ماي، بقعد اشرب ماي الحين من الحين لان ادري اني بموت عطش باكر، وليمون. فبسوي لي اندومي. فقرت انبوكسنج، طبعا الاندومي قاعد يجهز هناك على النار، فبراويكم براويكم على السريع شو اخذت من دبي مول. اوكي جايز خلونا نبدا الانبوكسنج. طبعا اول شيء صرت محل بولن بير، صراحه كنت ابي اشتري نعال فاخذت هذا النعال، حسيته حلو مع العبايات مع الدرسات، يعني نعال كتكوت لونه براون. اول شيء اخذت هذا، بعد اشتريت هذا البانتس اللي لونه بلاك، شوفوا كيف يجنن، يعني بانتس بيسك حق الحياة اليومية، بس حسيت اني احتاجها بعد، وايد احتاجها هالفترة لان يا البس بنطلون يا البس عباية، ما عندي حل ثاني. فيس وهذا كل شيء اخذته من بولنبير، طبعا مثل ما خبرتكم ما تسوقت وايد بس شوي. وبعد رحت هذا المحل اللي ما اعرف كيف انطق اسمه بس موجود في دبي مول، اخذت هذا السويتشيرت. شوف كيف شكله كيوت، هذا شكله من قدام وهذا من ورا، وايد حبيته وايد. ف يس اي جوت ذس لاني حسيت انه دائما البس نفس الهوديات نفس السويتشيرت اللي دائما البسهم، فقلت لازم اغير. anyways next عندنا مشترياتي من سيفورا. شوف اخذت من سيفورا، طبعا اول شيء اخذت جل حواجب من انستازيا لاني وايد احب استخدم هذا الجل، ونفس ما خبرتكم اشتريت هذا الباليت حق الهايلايتر من ديور، في 4 شيدز اوف هايلايتر، وايد احب استخدامه هذا لان اختي مريم عندها اياه ودائما استخدمه، فقلت ليش ما اشتري لي ليش. وبعد اشتريت بلاشر من ميك اب باي ماريو، في اراويكم شيد البلاشر. او ماي جاد جايز شوفوا، على فكرة هذا كريمي وايد، حبيت الشيد يعني بينك، ما ادري شو كان اسم الدرجة، اسم الدرجة روز كراش، سو كيوت. شوفوا الباكجينج يجنن. و خلوني افتح هايلايتر ديور معاكم، واي نوت صح ولا لا؟ عندنا هذا الهايلايتر من ديور، شوفوا الشيدز وايد كيوت. وبعد اخر شيء اخذته من سيفورا اللي هو ترى سيلر كيك ليست درجة فيل جود، وايد احب استخدامه، استخدمه من سنوات حرفيا، وايد احب استخدامه، وهالدرجة تناسبني.
وبس جايز هلا حرفين كل شيء اخذته من سيفورا. نيكست واخر محل عندنا اويشو. يس على فكره اليوم نفس ما خبرتكم كان عندي اعلان مع اويشو فخليني اراويكم شو اخذت بالفاوتشر اللي اعطوني اياه. اول شيء اكثر شيء حبيته اللي هو هذا الدرس. شوفوا درس طويل لونه بيج. القطعه لينن جايز القطعه بارده بارده بارده. طبعا جربته في المحل لاني صورت فيديو ف صار فيني I need you come to your mommy. فحرفيا شريت هذا الدرس وبعد وخذت التوبات اليوميه اللي دائما البسها تحت العبايات وبشكل عام. اول شيء شريت هذا لاني احب القطع اللي اوشو يستخدمونها لان صدق القطع وايد بارده وخفيفه خاصه ان نحن الحين داخلين فصل الصيف. فيس اول شيء اخذته هذا. حبيت القصه حسيت انه اتس سو كيوت. طبعا اسود ساده بس الفابريك يجنن. بعدين اخذت هذا التوب الاسود بس في تاتش من اللون الابيض وهذا بعد الفابريك مبين ثقيل وراقي فحبيته. واخر شيء اخر شيء اخر شيء اخذت هذه الفانيلا البيضاء. القطعه خيال. انا على فكره وايد القطع تهمني. احس لما القطعه تكون مريحه ارتاح انا في اللبس. فا يس جايز وهذه حرفيا كانت كل مشترياتي من دبي مول اليوم. كنت اتمنى اني اتسوق اكثر الصراحه بس ما كان عندي وقت. anyways guys سكر المول على فكرة. anyways guys thank you so much لأنكم تابعتوا الفلوج للنهاية. وخلص الفلوج الحين لازم أسوق وأرجع البيت لأنه خلص وقتي. فشكرا وايد لأنكم تابعتوا للنهاية. أحبكم أحبكم أحبكم. لا تنسون فولو شير لايك سبسكرايب. ضيفوني على حساباتي في السوشيال ميديا وفي الديسكريبشن الحسابات. وأحبكم وايد وايد. باي أشوفكم في الفلوج اللي بعده.